سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على الف خير، كنتمنى تكونوا في صحه جيده وراكم عزاز وراكم كتب القلب. دائما نفس المقدمه، اليوم ان شاء الله نشرح معكم واحد الحلوه اللي صراحه كتجي رائعه رائعه رائعه. ومهم واحد الروتين ليلي باقا الكوزينه هادشي انا رغم تندير السلام ديال بليكم الكاميرا اللي كتجي زوينه. انا كنت المقادير نقول غادي نفتح الكاميرا ونبدا معاهم حتى المقادير. ومن المقدمه كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. المهم هاد الليبه راه زوينه، هادي حلوة الطبقات. صافي كبرت الكيسان ديال الزيت. شحال ديال الزيت عمرت الكيطو؟ المهم كيف ما قلت لكم عندي جوج كيسان زيت و ثلاثة ديال الخماره. هادو هما المقادير اللي فيها، ما فيهاش الزبده، ما فيها لا كوكو حتى شي حاجه، وكتجي زوينه. انا نحط الدقيق، نحط الدقيق ونرجع معاكم. المهم البنات كنتمنى انه يكون واضح ليكم. نبداو ان شاء الله على بركه الله. المهم عندي في المقادير عندي جوج كيسان ديال سنيده، عندي جوج كيسان زيت، عندي خمسه ديال البيضات، وعندي ثلاثه الخماريت، واحد الفانيا، وعندي الدقيق على حسب الخليط واحد الكيلو تقريبا، عندي الكاكاو اللي غادي ناخذ بالون ديال نص ديال العجينه. نبداو ان شاء الله على بركه الله. غادي ناخذ البيض هو الاول. Thank you.
دابا من بعد ما طابت كتكون شويه مقيله على هذا الشكل. غادي نحيد الطبق وغادي نضيف الدقيق هكا بشوي بشوي. ندخل هاد الدقيق هاكا في العجينة حتى تجمع ليا العجينة. كتكون في الفستق في الميدي باش ملي نغسل تبدا غسلية يعني بواحد السهولة. أكتب بأنني قسمتها هكا متساوية وغادي نزيد هكاكم باش غادي البنات كيف ما كتشوفوا هذه بالنسبه للعجينه البيضاء ها هي العجينه الكحله نقسمها على جوج. نحاول انني نقلب هاد العجينة الاولى
بحال الخبيزه نحطها ثانية. قاسها شويه على الاخر باش تكون معاك نشوف هكا هكا شويه كيشوف ماشي بحال نعم المهم كيف ما قلت لكم غادي نقادهم هكا دد قد شوفوا انها ملاصقاش وغادي ندير من هادي غادي نغنقرص فيها هكا حتى تقيل المهم بنات دهنت لاطا وغادي نوزعها هكا واحد شويه كيف ما كتشوفوا غادي نديرها في لاطا وغادي نبقى بحال هكا شوفوا العجينة خديتها مخوفة وشربات انا غادي نطيبها اليوم ولكن ما غاديش نكملها معكم لان كتبغي تبان كتبغي بحال الفقاس كتبغي حتى تبرد هي تقطع صراحة عندي مع ان نهضر معاكم جمع مع حباباتي والحبيبات ديولي ونصور صراحة عندي مع ذكريات زوينة عرفتي هاد الحلوة كانت كتصايبة لينا الله يسكينها الله يعطيها صحيح حتى ويطول في عمرها يا ربي عرفتي كتجي زوينة كتجي رطبة كتجي بحال الكيكة المهم انا باقي عندي الحلوة غير هي خالتي قالت لي صايبة ليا تشتا هي عندها واحد الذكريات معاها العجينة كحلة بدات كتبان ونحاول انني يعني كيف الوسط كيف كيف الجناب ماشي الجناب يجيوني رقاق والوسط يجيني هكا يكونوا بحال 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 هكا بحال هي ملي كطيب كتزيد على مسافة كبيرة كتزيد على واحد شوية المهم الكوفيتير اللي نسيت ما جبتوش عندي بقى عندي واحد شوية هي كتبغي قرعة بحال هادي تكبها عليها المهم عندي هاد شوية وغادي
وغادي ندير الكوفيتير الاخر يعني ديال انجليزيا اللي كتبغي هاد الماركه سميتها الكوفيتير يكون جاري ان شاء الله صافي ولكن ما عرفتش اليوم ولا غدا هانتوما معايا ان شاء الله وقت اللي صايبتو غادي نشارك معاكم صافي انا نشعل الفران ندخلها الفران ونرجع معاكم وي بنات كيف ما كتشوفوا الكوفيتير من هاد الجبد الحلوى غادي نحتاجو هاد الصفه غادي نحيدو ندوزها كوف الشبيكه غادي نحط هاجي المهم انا قريب نتحول ما عرفتش امتى المهم نقدر يكون هاد السيمانه نقدر السيمانه الجايه نقدر انا غادي نبدا نخمم ونبدا نسطن داك الشيء اللي دي خاصو يتصبن شاد الفاخر انا ما نفهمهاش ايناس بغات الكبات صفصتو لها جداها ايوا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما رميت الحلوى المهم درت شعلت واحد المجمر ديال الفاخر المهم انا كنت في المونتاج دابا راه قلبني بمعنى الكلمه راسي غيطبق عليا صافي كيف ما كتشوفوا هنايا رميت هكا الكبيلات الكبيله غير اللي عند العظام باش غادي نقلها معايا اللي رميتها هما اللي ما هكا اللي ما عنديش خليتها تنديرها لهم هكا في كوكوط نسلقها لهم صافي انا غادي نكمل هكا بنفس الطريقه نرمي وشوف الدراري هتوما هما اللي بغاو الكبار وشاد الفاخر الى قبلهم بغاو صافي انا غادي نكمل بنفس الطريقه ونخليها هكا حتى يتسوى شوفوا انا مسرعه الفيديو ايوا البنات اجيو مرحبا بكم هذا راه يحيى كان في العربيه عند جده مدوز مع العيد وجابوا معاه صافي وانا نقول غادي نشويه لي ويا راه شويت لي في العربيه وقال لك ماما شوي ليا ما كيعجبهمش مسلق في البنات غادي ندوز باش ندير واحد البينيو فيه الملح والماء ونمشي باش نكمل شويه ديال الكوبيل صافي البنات كما كتشوفوا المهم انا راني هاني سيره المهم بديت كنحيد هكا اللي تشوات كنحيدها الصراحه ما كنعرفش نشويه هكا كتجي وحده محمره بزاف من جهه وشويه الجهه الاخرى شويه المهم ما كنعرفش لي غير درت للدراري خاطرهم شوفوا البنات ها هويا المهم روح المحاوله وصافي غادي نبقى ما غاديش نشوي كلشي لان العافيه قليله وما غاديش تشوي ليا غادي ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نكمل بنفس الطريقه كنبقى هكا نقلب فيه حتى هكا حتى يتشوى ليا ونعطي للدراري هكا انا كنشوي الدراري جالسين حدايا كياكلوا وناكل حتى انايا نذوق خالتي زهره المهم انتم معايا ان شاء الله حتى نكمل الفيديو نوريكم حليبه كيفاش جات وغادي نشارك معكم واحد الطويجين ديال هاد الاكله مشوره مشارين حنا بها ديال اندير طاجين ديال المطيشه والبيض وغادي نزيد مع الزيتون تاع الدار الصراحه كيجي زوين البنات وكنتمنى انكم تجربوه صافي هانتوما معايا المهم انا راني شويت بقاو لي غير بقات لي غير وحيده من هكا من الاولين اللي رميت صافي غادي نحيدها ونكمل غير هادو اللي رميت صافي والله يجعل البركه
يلا انتم معايا، كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وشكرا للبنات اللي مشاو عندي هان جوهر الطبخ وجمال، كنشكركم بزاف وشكرا لكم بزاف بزاف، وهانتم معايا. صافي البنات دابا غادي ندوز باش غادي نسال واحد الطواجين ديال الاكله المشهوره هي مطيشه والبيض. واحد جوج بصيلات، غادي ندير زيت العود، شوية زيت العود، وغادي نشعل البوطاطا ونردها نغطيها حتى تبدا تطيب ليا. نجد القامة ونرجع معكم. صافي البنات تواجدنا هو كيطيب، نزيد شوية بالزيت، ماشي بالزيت صافي حتى يطيب، ونزيد شويه طنطي ونديرو بيض.
نخرجها بالكوك. كنتمنى الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم وانتم معايا ان شاء الله حتى تبداو تعرفوا. أو غير هاد جوج بلديين وبغيت نزيد معاهم البيض الرومي كنت غادي نديهم غير بجوج صافي غادي نين حنا ما كاينينش البنات بزاف كاينين ثلاثة حنا كاين في العربية باقا البنات في العربية قوية ولكن كيف تشمل البيض كتبان بحال ما محمرش وبيضة شتو مذهبة غادي ها نتوما ما كنخلوش حتى تقصيح صافي راه طلعت يعني راه زادت انا غادي حتى نبين الناس ندهنا بالكوفيتير كامله ونرش عليها الكوك صافي ونغطيها بواحد السريبيطه ونخليها حتى الصباح ونقطعها معاكم البنات كيف ما كتشوفوا الطواجين ديالي طار شتو هذاك البيضه طار صافي البنات كيف ما كتشوفوا ها الحليوه ديالي يعني طابت وهي راه محمره هكا راه مذهبه راه غير كتبان هكا من البيض بغيتو ديروا الطبقه الاولى بيضه كحله بيضه كحله ديروها المهم انا موافقه كندير هكا وحده بيضه وحده كحله وحده بيضه حتى كتسالي واليوم يعني قلبت بغيت نشوف كي غادي تجي صافي كما كتشوفوا دهنتها هكا بالكوفيتير كامله المهم انا موافقه نخليها هكا تبات و يعني اليوم صافي قطعت نيشان باش نشاركها معكم باش نكمل الفيديو باش تشوفوا الحليوه كيفاش جات صافي هنا عندي الكوك كيف ما كتشوفوا غادي ندهنها كرشه كامله بالكوك كامله ونبدا ان شاء الله نقطعها المهم كيف ما قلت لكم انا ما فكر نخليها هكا حتى الغدلين عاد فاش كنقطعها صافي دابا انا شاركتها معكم نيشان ما خليتهاش ايوا كيف ما كتشوفوا غادي نقطع هكايا ونهز هكا المورصو راه دغيا كيتهز ونقطع هكا بحال الرخامه اصلا هي يعني راه كاين اللي كيقول ليها الرخامه كتجي بحال هكا ونعاود نقطع هكا مورصو اخر ونمشي معاها هكا كامله يعني راه ساهله باش كتقطع وماشي صعيبه يعني وكتجي زوينه وما فيهاش مقادير يعني بزاف صافي كيف ما شفتوا انا راني غادي نقطع بنفس الطريقه وحتى نكمل شوفوا كيفاش جات صراحه جات زوينه وجات رطبه رطبه البنات كنتمنى انكم تجربوها نقرب لكم تشوفوا وهذوك الجنيبات كنحيدهم هذوك الجنيبات هكا كنحيدهم صافي باش تجيني الحليوه مقاده بغيتو تعبروا هكا تقطعوا وحده وديروا وحده صافي وتعبروا باش يجيكم العبار هكا كامل مقاد طيب انا كندير عيني ميزاني صافي غادي نجيب واحد البواطه وغادي نجمع فيها هذه راه كتصبر يعني من سيمانه ل 15 يوم ماشي مشكل ما تبقى لها حتى شي حاجه يلا الغزيره ديالي المهم ها انتم معايا حتى نسالي المهم بنات صافي هي هذه الحليوه ديالي انتما كيفاش كتجي صراحه كتجي زوينه وكنتمنى انكم تجربوها الا بغيتوها هكا عاليه على هذه زيدوا واحد البيضه وديروا جوج كيسان ونص ديال الزيت وجوج كيسان ونص ديال السنيده و
وثلاثة ديال الخميرات هانتوما صافي. الغزالة ديالي كنتمنى ان هذا الوطن يعجبكم وإلى الإعجاب ليكم. هذا راه ماشي التكراد، هادو راه غير الجنيبات، ها هما هاكا الجنيبات اللي كيكونوا في الحاشية ديال اللاطة وما نحيت هنايا. يلا هنا غادي نسالي الفيديو، كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وإلى عجبكم ما تنسونيش من لي لايك ومن بارطاج القناة وبصة كبيرة لكم. السلام عليكم، خليتكم راحة ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي. طيب ماشي مشكل.